السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم راح جاك معكم ميني بريوش الشهده، راح نديروه بعجينه سهله، راح تكون بدون دلك ولا تعب، وكذلك ما راحش نديرو فيها البيض، ما راحش نديرو فيها الحليب، يعني راح نديروها بالماء فقط. واصلا يعني المكونات تاع البريوش كامل راح يكونوا متوفرين في اي مطبخ، والنتيجه هي امامكم، يجي اسفنجي خفيف كالريشه. وبما ان الدخول المدرسي يعني راه قريب، هذه الوصفه يعني راح تكون مفيده بزاف، يقدروا يعني يفطروا بها ولادكم مع الصباح قبل ما يروحوا للمسيد، كما يعني يقدروا يدوها كالومج. راح نبداو الوصفه ديالنا، لكن في البدايه راح نصلو كامل على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. نذكركم اللي مازال ما ضغطش على زر اللايك، لايك للفيديو فضلا وليس امرا، هكذا باش ينتشر هذا الفيديو على نطاق واسع ويستفادوا ناس واحد اخرين. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله وندخلوا مباشره في المقادير. خديت ريسيبيون راح نفرغ فيها كاس ونصف من الماء الدافئ. الكاس المستخدم في الوصفه سعته 220 مللتر. درت مغرفه كبيره نتاع الخميره الخاصه بالخبز، ودرت نص كاس تاع السكر، يعني استخدمت نفس الكاس اللي عايرت به الماء. فرغت هنا علبه من الياقوت الطبيعي، زدت نص كاس من الزيت، وعندي ملعقه كبيره من الزبده بدرجه حراره الغرفه. يعني اذا ما كانتش عندكم هذه الزبده تقدروا تضيفوا شويه في الكميه تاع الزيت وديروا كاس الا ربع. هنايا كيما شفتوا خلطت كامل المكونات، هاي ليك راح نخلطها مليح مليح هكذا باش نفتح شويه هذيك الزبده، ونبدا في اضافه الفارين او الطحين الابيض تدريجيا. يعني هنا كنت عايرت 5 كؤوس فرغتهم بالكامل. راح نضموا العجينه ونشوفوا اذا سحقينا ولا ما سحقيناش. كيما شفتوا فرغت كيس من الخميره الكيميائيه من وزن 10 غرام، ودرت ملعقه صغيره من الملح. يعني هاد العجينه تجي بزاف مبصعه لانه يعني فيها كميه مليحه من الزيت، وزدنا لها هذيك الملعقه تاع الزبده، ولهذا العجينه يعني راح تمد لنا نتيجه مليحه كما شفتوا كامل في بدايه الفيديو حتى وما دلكناهاش يعني كامل. هنا ضفت الكاس السادس، راح نضم العجين، يعني لقيته شويه مندي، راح نضيف حوالي 2 مغارف كبار. يعني هنا العجينه باش تجيكم النتيجه تاعها مليحه ضروري تكون شويه طريه، لاننا ما راحش ندلكوها. دوك نضم العجينه بيدي ونوري لكم القوام المناسب. هاك شوفوا القوام تاع العجين، يعني العجين مازال طري، هنا ما راحش تلصق لك بيدي لانه فيها كميه مليحه من الزيت. جبت ريسيبيون واحد اخر راح ندير فيه كميه من الزيت، راح ندهن له كامل هذوك الجوانب، وندير العجينه ونخليها تتخمر حتى يتضاعف الحجم مرتين، يعني ضروري التخمير الاول هكذا باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. بالنسبه للقوالب اللي استخدمتهم في الوصفه هاوليك الشكل ديالهم، يعني كاين عده الوان عده اشكال، كاين اللي يجوا مدورين كاين اللي يجوا مربع كيما راكم تشوفوا. العلبه فيها 20 وحده وشريتها ب 15000. تقدروا كذلك ديرهم في هذوك العلب اللي نديروا فيهم طمينه، يعني هذوك الارجونتي دوك نوريهم لكم. نعم ليك كذلك يعني مدونه نتيجه مليحه. راح نستعمل يعني النوعيه تاع القوالب في الاثنين، كاين هاد القوالب الطاوله تقدروا ديروا فيهم 6 كرات من العجين بدل 4، كذلك راح يمد لكم شكل بزاف شباب. اذا ما كانش عندكم هاد القوالب كامل راح ديرهم يعني في مول عائلي ولا في سنيوه كبيره. درت لكم تقريبا يعني نفس الوصفه لكن بعجينه مختلفه، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنايا ما وزنتش الكوريات، يعني خديت قطعه من العجين وحاولت نحطها في هذاك القالب هكذا، يعني باش تجيني تقريبا في النصف، والباقي يعني لما يتخمر راح يزيد يعاود يطلع لنا في المول. هذه هي الكميه تاع الكرات اللي خرجت لي من هذيك العجينه. الان راح ناخذ كل كوريه وراح نقسموها على 4، يعني هكذا باش يجونا 4 كوريه داخل المول. هاي ليك هنا حاولوا تدورهم مليح مليح، وهنا انتبهوا فقط لنقطه مهمه، يعني هاد الكريات الصغيره لما تحطوهم داخل القالب يعني ضروري هذاك المكان اللي غلقتو فيه هو اللي يجي من تحت، لانه هاد الكريات راح يعاودوا يزيدوا يتخمروا حتى يعمرونا تقريبا هاد المول حتى للفوق. واذا درت لهم هذيك الغلقه يعني بجنب ولا يعني راح يروح لكم كامل الشكل تاع الحبه تاع البريوش. هاي ليك يعني راح نكمل بنفس الطريقه، طريقه سهله جدا، وكذلك يعني العجينه بزاف سهله وتسهل لكم العمل. هاي ليك هاي ليك راح نجيب المول ديالي ونحطهم، ونحاول هذيك الغلقه يعني ان نحطها من الاسفل كامل. هاي ليك حاولوا الكوريات تاعكم يكونوا بنفس الحجم هكذا باش يجيكم الشكل شباب. هاي ليك النتيجه اللي تحصلت عليها، وراح نكمل كامل الكوريات بنفس الطريقه. هنا واش راح ندير لهم، يعني حنغطيهم كيس بلاستيكي هكذا باش نحافظوا على الرطوبه تاع البريوش. راح نغطيهم بمنديل ونخليهم يتخمروا حتى يعمرونا تقريبا كامل المول ديالنا، يعني هنا قد ما داولكم يدولكم، المهم لازم تخلوهم يتخمروا مليح باش تحصلوا على نتيجه شابه. هنا شوفوا قد ما تخمروا، ها
هاي ليك. وكاين حبات يعني مازال ما عمروش المول مليح مليح، يعني انا كنت ننهى فيهم صفار البيض هذاك وهما يتخمروا. دوك تشوفوا النتيجه اللي راح نتحصل عليها. انا خديت صفار حبه تاع بيض ودرت له قهوه سريعه الذوبان، يعني ذوبتها في شويه نتاع الماء. هاي ليك، نحاولوا يعني تدهنوا الوجه تاع هذا البريوش برفق هكذا، يعني باش ما يخرج لكمش الخمور تاع هذا البريوش. هاي ليك النتيجة اللي تحصلت عليها. بالنسبة للتزيين من الفوق، يعني ديروا واش عندكم، يعني تقدروا ديروا جلجلان، تقدروا ديروا حبة البركة، تقدروا ديروا بذور الكتان كيما راني ندير، بذور الخشخاش، كاين اللي درت لهم شوية كاوكاو وشرائح، يعني واش عندكم في الدار ديروا. بالنسبة للطياب تاع البلوش، يعني طياب راح يكون عادي. سخنت الفرن تاعي على 180 درجة ودخلتو للفرن، خليتو طاب مليح مليح من تحت وتحمر، وعاودت يعني حمرتلو الوجه شوية فقط. ولما خرج لي من الفرن يعني وهو سخون، دهنتو بالقليل من لاجيلي هكذا باش مادلنا اللمعة الشابة، وكذلك يعني راح يزيد لنا في الطعم. يعني هاد البريوش يجي بزاف شباب، يجي خفيف رغم انه العجينة يعني بدون ذلك ولا التعب. حاولوا فقط يعني تحمروه مليح مليح من تحت من الجوانب ومن الفوق. وهنا راني نصوركم في هاد البلارة لانه كاينه وحده مشتركه، يعني هاد المعجون ولا هاد القطع تاع الفواكه درت بهم في الفيديو اللي فات تاع البريوش، يعني قالت لي صوري لي البلارة هكذا باش نقدر نشريها. تلقاها عند بائع الحلويات، يعني هاد البلارة صنع محلي وكاين كذلك يعني اللي مستوردين. وانت راح تشري واش حبيتي ان شاء الله. فقط تكون هاد المشتركه يعني راح تشوف في هذا الفيديو. هاي لك شوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها، يعني جا مقطن من الداخل، جا خفيف كالريشة، والذوق تاعو لما تاكلوه يعني يشبه شوية الذوق تاع المسكوتو لأنه فيه كمية مليحة بين الزيت والزبدة. إن شاء الله هاد الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم، إن شاء الله كذلك تجربوها في منازلكم، وأنا متأكدة بلي راح تنجحوا فيها 100%. راح ننتظر تطبيقاتكم على الإنستغرام، يعني تقدروا تبعتوا لي الصور وراح ننشرهم لكم في المنتدى، الرابط راح تلقاوها في صندوق الوصف. هذه نهاية الفيديو، وفي الأخير ما عليا إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.